أهلا وسهلا، عدنا من جديد حركة السير والمرور لهذا الصباح مع سعادة الرائد نسرين. صباح الخير، إن شاء الله تكوني كويسة. إحنا بخير وعافية وإن شاء الله دائما بخير. الله يخليك. حركة السير والمرور لهذا الصباح سعادة الرائد. نعم، اليوم صباحا الحمد لله التياف كبير جدا في الحركة، ممكن يكون ما عندنا أي عطل في أي شارع، كل الطرق بتعمل بشكل جيد جدا من غير أي كثافات، بس في الكثافات المعروفة ممكن تكون في الفترة الصباحية، وبعد الساعة الثامنة والربع ممكن يكون الحركة بقت طبيعية جدا، باستثناء وسط الفطون بعد الكثافة باتجاه شارع الجامعة وأيضا شارع السيد علي عبد الرحمن. بقية الشوارع بتعمل بشكل ممتاز، وأيضا في الطرق القومية ممكن يكون حركة البصاصة اليوم صباحا بشكل ممتاز جدا، إضافة لأنه المرور والسودان وكل العالم العربي بيستعد لحجيج هذا العام، والمرور ممكن يكون عنده دور كبير جدا في توصيل الحجاج من الولايات للفرطوم ومن الفرطوم لولاية البحر الأحمر عبر تسويق كبير جدا، متوقع أنه يبدأ يوم الثلاثاء، وإن شاء الله حنديكم عنه يعني خطوة بخطوة في الأيام الجاية. نعم، نتحدث عن بعض المسارات اللي بتكون في الفترة الصباحية فيها ازدحام، بمعنى أنه ممكن المسار مخصص لاتجاه معين لكن بنلاقي أنه المسار ده فيه يعني مشية ورجعة وممكن يعمل ازدحام ساعة الرائد. نعم طبعا، يعني موضوع المسارات عشان هي تتعالج ما بتتعالج إلا مثلا بإضافة مسار جديد أو طرق بديلة. يعني ده إذا أصلا هو المسار كان فيه الكثافة بالوجود الصباحي فقط، لكن لو كان مثلا المسار هو فيه كثافة عشان فيه زول عاكس شارع أو فيه زول متوقف في الطريق أو في وقوف قاطي أو كده، طبعا دي حاجات تانية وبتتعالج مثلا وقتيا، وهي سلوك مروري خاطي وبيثبت في عرقلة السير للشخص مثلا العاكس الشارع للآخرين. ممكن كان ملاحظ انه اسفل كبر المشير باتجاه شارع الليل انه اغلبيه المركبات اليوتيرني ممكن يكون تقدم لقدام، بقت اغلبيه المركبات بتكون هي يعني بتخش بالتريتوار عشان تمشي المسار الثاني، فممكن يكون دي سبب في الحوادث، اضافه لانه هو سلوك مرور خاطئ جدا. فبحمد الله تمت معالجته من قبل دائره مرور الخرطوم، وتم ايقاف عدد من الدوريات والمواتر في الاماكن اللي كثرت فيها المخالفات المروريه. ده كلام جميل، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا في الصباح، وان شاء الله يوم سعيد لك. ليك تحيه. شكرا لك. الله يكرمك. كونوا معنا مشاهدينا.